للاسف اليوم احنا ما عندنا سياسيين ولا عندنا برلمانيين، اليوم اصبحوا خفا فيش ظلام وبداوا يقررون قراراتهم الخاصه بهم واللي تخدمهم واللي تسرق اصوات الناس واللي تسرق اصوات المستقلين والاحزاب الصغيره، قاموا يقروها بساعات متاخره كلش من الليل يعني للاسف الشديد، حتى يضمنون انه ما حد يتظاهر عليهم، ما حد يهوس عليهم، ما حد، ويضمنون انه لربما انه حصل، لكنه ما يعرفون انه شارع العراق اليوم ما راح ينتخبهم. هذا قانون الانتخابات اللي صار البارحه، هذا فصلوه اتصال لهم، فصلوه لهم لانهم ما سووا قانون لحد الان صالح الشعب، صالح الاحزاب، صالح هم هذول الشخصيات اللي مسيطره على البلد. نحن اليوم ننادي بإرادة الشعب العراقي، ويجب احترام إرادة الشعب العراقي من قبل ممثلي الشعب العراقي اللي هم البرلمانيين. للأسف نجد الالتفاف الواضح والإصرار للعودة بنا إلى قانون سانت ليغو، وبذلك عدم احترام لإرادة الشعب لدماء الشهداء، عدم احترام لرأي المرجعية التي يعتبرها العراقيين هي خيمة لجميع العراقيين. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك.